أمر الأمير محمد بن سلمان بنقل اللاعب السعودي ياسر الشهراني بطائرة خاصة فورا للعلاج في ألمانيا بعد تعرضه في إصابة خطيرة أثناء مباراة السعودية والأرجنتين اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر. وقد ذكرت جريدة الرياضة السعودية أن اللاعب قد تعرض لكسر في الفك إثر اصطدامه مباشرة بحارس المرمى محمد العويس حسب ما أكدت الفحوصات الأولية التي خضع لها اللاعب في ألمانيا، وهو الآن يجري بعض العمليات الجراحية الخطيرة في ألمانيا على أيدي أشهر أطباء ألمانيا وعلى أيدي أطباء جراحين استشاريين. ولم يتم التأكد من الفترة التي سيعود خلالها اللاعب السعودي، لكن المؤكد أنه لن يستطيع المشاركة في أي مباراة من مباريات مونديال كأس العالم قطر 2022. أما ما تردد عن إشاعة وفاة اللاعب ياسر الشهراني فهي غير صحيحة وغير حقيقية. أن اللاعب مازال على قيد الحياة، لكنه يجري بعض العمليات الخطيرة في الفك والأنف، وتم إيقاف النزيف الداخلي. شكرا لكم أحبابي، نرجو الله ونسأل الله أن يتم شفاءه على خير.